يا ترى ما الطبق التالي؟ أوه، الوطن، الحرب، القتال. السلام عليكم إخوتي، معكم صديقكم صبري كودنا مجددا في لعبة السيرجن. حسنا، كما هو واضح أن اللعبة مبنية على أن تعلمنا درسا في مدرسة الحياة. كل المراحل التي قمنا بفعلها كانت مبنية على شيء يواجه المرأة عندما يخلق في هذه الحياة، أو بالأحرى متعلقة بصفات موجودة فيه، حيث كما ترون في آخر مرة نجحنا في الوصول إلى مدرسة الحياة ونحن في مكتبتها الآن. وعلى ما يبدو أن الطابق الذي نجحنا في الدخول إليه يبدو أنه طابق التجارة أو طابق التخصص الذي قد نميل نحن إليه. حسنا، كما ترون هنا يوجد الصفر، وأعتقد أن في المراحل السابقة عندما قمنا بإكمال تلك الأبواب الأربعة كان يخرج نور ويذهب إلى مكان ويقول لك هذا تحدي جديد، وذلك التحدي قد يحمل حكمة قد تساعدنا في دربنا نحو إيجاد أنفسنا في هذه الحياة. حسنا، بدون ثرثرة دعونا نتابع. أولا وقبل كل شيء، أن تعلمون أننا في هذا الطابق الخاص بالتجارة على ما يبدو، لكني أود أن أنزل إلى الأسفل لأتفقد تلك الرسائل التي تجاهلتها. حسنا، قد تكون لاحظتم أني في هذا التختيم قمت بنزع الكثير من المراحل في المونتاج لأن المراحل كانت جدا طويلة، ولا أعتقد أني أعرف كيف سأكمل استعراض هذه اللعبة، بل أشك أني سأتمكن من أن أريكم كل المراحل وكيفية تخطيها. لذا دعونا فقط نبدأ من هذا الباب رقم واحد ونرى الحكمة التي فيه. حسنا، أتمنى فقط أن لا يجبرني. نعم، سيجبرني أن أعيد التحدي. لا أعتقد لن أجبر لأني أكملته، فأحتاج فقط أن أدخل إلى أين؟ أنتقل إليك وهكذا يمكنني أن أعبر. حسنا، لنرى هذه الحكمة. Collect. Silence often leads to clarity. Those who didn't treasure silence walk through the valley of shadows. جميل جدا. حسنا، كل مرحلة يمكنني أن أقتني هذه الحكمة، وهذه الحكمة تساعد المرأة على أن يبني خبرتها في مجال الحياة. حسنا، واو، وأنا كنت أتجاهلها خوفا أن تعيد للمرحلة. أوكي، يجب علي أن أقتني تلك المعرفة قبل أن أذهب لمراحل أخرى. حسنا، سأجمعها شباب وسأعود إليكم. حسنا، لهذا السبب أجد صعوبة في استعراض لكم هذه اللعبة، حيث أنها مليئة بالألغاز وحلها يأخذ الكثير من الوقت. بالتأكيد هناك البعض منكم قد يرغب في مشاهدة أحل هذه الألغاز، لكن المونتاج ومدة الفيديو سيتأخران عليكم، لذا أفضل أن يقوم أحد غيري بي. أين هو مكان؟ أين؟ هناك. كيف سأصعد إلى هناك؟ نسيت. حسنا، لقد فتحنا. لا يمكنني. تعال هنا. أوكي، جميل جدا. لنأخذ هذه الحكمة ولنغادر. Innocence is the white canvas of our lives, painted or tainted by colors over years. جميل جدا. هذه الحكمة الثانية. نجحت. Knowledge shall be burst
Not a gent never held your breast. يا الله على الحكمة. حسنا فعل هذا فعل هذا قد أخذنا الحكمة. Growth doesn't came from blind following others. Try fell, try again, fell again. It is the only way forward. جميل جدا. كما ترون شباب لقد نجحنا في جمع جميع لفافات المعرفة من كل الأبواب. حسنا لنصعد إلى الطابق التالي. حسنا يا شباب أكرر مجددا، قد لا أستعرض كل المراحل، همي الآن هو أن أعرف قصة هذه اللعبة بشكل موسع. كل مرحلة تأتينا تحديات جديدة وما هذه. حسنا عندما أدخل لهذا الشيء يمكنني أكتسب تلك الطاقة المظلمة، يمكنني السيطرة عليها. نعم يمكنني أيضا توجيهها في المكان الذي أريده. اوكي يمكنني ان افعلها ايضا. جميل جدا. ما للحظة يالي من اخر يمكنني تفعيلها من هنا. يا الهي. حسنا وقد اخذنا هذا النور. جميل جدا. هذا الجرس يعني أنها مكان به درج جديد. حسنا وما هذا؟ نعم هذه التي تفتح لنا ذلك المعبر. أوكي لدينا اثنان منها الباب. حسنا دعونا نستكشف المكان أولا. أوكي نهر المعرفة بدأ يسقي بطلنا. هذه المرة القيود نزعت منه، ليس مثل آخر مرة. جميل جدا. انظروا انظروا هذه اللعبة الفريدة من نوعها حقا، مركزة على المحيط، مركزة على الجيم بلاي، مركزة على القصة. واو كأننا في لوحة فنية. حسنا نرجع للعبة. أوكي سأخذ هذه. جميل جدا. أعتقد أنها تتوجه لتلك لكي تعمل، ولكن ما السبب؟ لتعمل على أي أساس؟ نعم لكي يمكنني أن أذهب. نعم هذه جيدة. ماذا عن هذا؟ يا إلهي الله أنا لم أجرب أجرب هذا أبدا. حسنا جميل جدا. تعال أنت هنا. حسنا فتح الباب. هذا الآن أنت.
تمام، جميل جدا، سهلة جدا. افتح. لا يسعني المتابعة هكذا. أعتقد أن يمكنني أن أتابع. لا 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 لا، أحتاج لهذا الحجم. جميل جدا. We are shaped by Inkertni. Inkertni is quelled by how we shape ourselves. وممكن استفيد صديقي. الباب الثاني حسنا. فتح. نذهب للباب الثالث. لابرينث. بالفعل لاحظت هذا الآن. كل مرحلة لديها اسم، كل اسم لديه صفة من صفات، أكانت دروس أو كانت عقبات الحياة. حسنا، لدينا مكانين ولدينا جوهرة واحد. ما الذي نفعله؟ سأضع الجوهرة هنا وأقوم بتدوير هذه هكذا. أعبر أنا هنا. أوكي، نجحت. وهكذا أدخل. جميل جدا. حسنا، اوكي، والان يجب علي ان اجد طريقة لكي اضيء ذلك الطريق. حسنا، ساحاول تدوير هذه اليه. أعتقد أن يجب علي أن أصنع فوة. هو نعم، مثل تلك. أوكي، فهمت. خذني لتلك، أضع فيها الجوهرة. أوكي، بعدها وجه هذه أعبر. أوكي، هذه الهوة موجودة الآن. جميل جدا. أرجوك، لا 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 لا، لا تزال. حسنا، هذه الهوة لا تزال. أقوم بتدوير هذا، لا تزال هذه الهوة. وهكذا نجحنا. جميل جدا. أين الرسالة؟ أين الرسالة؟ The truth is hidden in a maze of lies. Lose yourself among the walls.
of uncertainty to fight your way through endless doubt. جميل جدا. هذا ما فعلناه الآن. قمنا بصنع متاهة من ذلك الضوء. وثلاثة، الباب الرابع. جميل جدا. درس آخر. أوكي، الباب مفتوح بالفعل. سأخذ هذا. أوكي فهمت. سأضع هذه هنا وأستدعيك أنت هنا. جميل جدا. أخذ منك هذا، أضعه هنا. أوكي، وأتي أنا مكانك. واو، واي؟ لأن هذا إن هذا صح صح. بالفعل طالما أن هذه الطاقة موجودة فيه فيمكنني أن أستدعيه هكذا. واو. لكن الباب. تعال أنت هنا. حسنا، جميل جدا. سأذهب إلى هنا وأستدعيه وهكذا يفتح لي الباب. حسنا، جميلة جدا. ما هي حكمة اليوم؟ سأستدعي. اوكي، سأخذ هذا. لا تقل لي أني سأوجهها لتلك. لا، ليست هذه. اللحظة لأرى ما الذي سأتبعه هذا. واو، بالفعل. واو، لقد صنعت معبر، وهذا ما يقصد بالمتاهة. جميل جدا. Your question will not answer themselves. Search for them or risk ignorance. واو، كلمة جدا ثقيلة. جميل جدا. أين الباب الخامس؟ اوكي، واضحة. اعزف. شكرا. سأخذ هذا، أضعه هنا. التفت من هذه الجهة. طالما أني في هذا الشيء فيمكنني أن أستدعيه، أليس كذلك؟ حسنا، سأستدعيه هناك. تعال إلى هنا أيها الجميل.
سهلة جدا. واو انظروا لهذا، كلها لديها علامات تشرح الإنسان وأقول يشرب نبوع العلم، لكن أعتقد أنه يركع. جميل جدا جميل جدا. حسنا أين هي الرسالة؟ هنا هنا. أوكي جميل جدا. لحظة، إذا استدعيته من هنا ما الذي يحدث؟ حسنا تنجح الفكرة. جميل جدا. Many easily confuse promising sunrise with an empty sunset. They may look similar, but what about to claim it as not? فكرة عميقة جدا يا صاح. حسنا أعتقد أن هذه المرحلة الأخيرة. أوكي جمعنا كل المعارف وفتح لنا الطابق التالي. أوكي هذا طابق التجارة، يا ترى ما الطابق التالي؟ أوه الوطن، الحرب، القتال. واو حسنا أصدقائي، مهلا مهلا. ما الذي يعني؟ لحظة هذا يقاتل بغل، وكما يبدو أن صديقنا ليس بالشخص المحارب، إنه خائف ومتردد من بعض الشيء. لا 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 لحظة، هذا هو نحن. حسنا القائد يبتسم، يرى الحماس الذي في الأطفال. واو إذا نحن في الطابق الخاص بالحرب، ويمكننا أن نقول عنه حب الوطن أحد أساسيات التعلم، والسعي خلف المعرفة هي أول ركيزة من الركائز. أن تحب وطنك وتنفع بعلمك الذي ستكتسبه وطنك وبلدك. جميل جدا جميل جدا. حسنا أصدقائي أعتقد أن هذا يكفي لليوم. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا. أنا آسف لربما المقطع سيكون طويل نوعا ما، لكن إنها لعبة تستحق التجربة بالتأكيد. شكرا لحسن المتابعة، لا تنسوا دعم المقطع بلايك كالعادة. كان معكم صديقكم صبريكو، في أمان الله.